والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا ضمن الحديث عن الأمراض الأخلاقية والصفات السيئة في موضوع الظلم، كفانا الله وإياكم أن نظلم أو أن نظلم. فقد ورد في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، يعني أن أكون فاعلا للظلم أو أكون ممن وقع عليه الظلم. وقد تحدثنا في وقت مضى عن بعض مظاهر الظلم التي تحصل من بعض الأزواج لشركائهم في الحياة الزوجية، فقد يظلم الزوج زوجته، وقد تظلم الزوجة زوجها، وقد توعد الله سبحانه وتعالى الظالم منهما بعذاب شديد، وأنه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقد مرت بنا أحاديث في هذا المجال. حديثنا اليوم هو استكمال لبعض مظاهر الظلم في الأسرة ثم في المجتمع. نشير إلى بعض هذه المظاهر تذكيرا بها وتحذيرا منها، ولكي نلتفت إلى أننا من الممكن أن يصدر منا مثل تلك الأعمال، وأننا عندما نتحدث عن الظالمين لا ينبغي أن يذهب إلى ذهن الإنسان ما وقع من ظلمة في التاريخ كبني أمية وبني العباس أو من شابههم، وإنما قد يكون الإنسان في هذا الزمان، قد يكون المتكلم ظالما، وقد يكون بعض السامعين يرتكبون مثل هذا الأمر. فعندما يلتفت الإنسان إلى هذه القضية ربما يتوقع من الاستمرار في بعض هذه المظاهر. فيما يرتبط بالأسرة بشكل عام، بعد الحديث عن الزوجين يأتي الحديث عن بعض مظاهر الظلم
بين الآباء والأولاد، فقد يقوم بعض الآباء بظلم بعض أبنائهم، يمارس أعمالا تصنف في دائرة الظلم لابنه أو لابنته، من ذلك مثلا التمييز الظاهري بينهم، تمييز القلب هذا أمر ليس باختيار الإنسان، محبة هذا الأب أو الأم إلى هذا الولد، قد يكون الأكبر أو الأصغر أو الأوسط أو هذا الأكثر ملاحة أو هذا الأسرع طاعة وبرا، هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن ينكره ولا يستطيع أن يمتنع عنه، من الممكن في قلبه أن يفضل بعض أولاده من الذكور أو الإناث على بعض، وهذا لا يحاسب عليه الإنسان ولا يعد ظلما، ولكن عندما يستتبع هذا التمييز القلبي يستتبع تمييزا ظاهريا، أنا عندي حب مثلا للولد البكر، فبالإضافة إلى أنني في قلبي أحبه محبة زائدة أقوم بإعطائه الأموال الأكثر، أختصه بالاهتمام وأهمل الباقين، أكرمه وأهين باقي إخوته، أشيد به بين الناس وأهينه أمام سائر الناس وأقمع شخصيته، هذا ظلم في حق الباقين. بل في بعض الروايات وإن كانت مصادرها عامية، ما ورد مثلا في صحيح البخاري حاكيا عن قضية وقعت لنبينا المصطفى محمد ينقلها النعمان ابن بشير الأنصاري. نعمان ابن بشير يأتي عادة ذكره في قضية الإمام الحسين عليه السلام، أنه كان واليا من قبل معاوية على الكوفة أيام ورود مسلم بن عقيل فيها، وأيضا يذكر اسمه في أنه هو الذي تولى إعادة الركب الحسيني من الشام إلى كربلاء ثم المدينة، وهو من القلائل من الأنصار الذين تحالفوا مع الدولة الأموية وكان معه في صف معاوية من أيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ذكروا عدة أشخاص من شخصيات الأنصار، هؤلاء كانوا إلى جانب معاوية وتركوا الإمام علي عليه السلام، وهذا الرجل النعمان واحد منهم. يقول كما ورد في ذلك الكتاب: أعطاني أبي عطية، والده بشير أعطاه عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي، لازم خلي النبي شاهد، وإلا فأنا غير راضية عن هذه العطية التي أعطاك إياها والدك.
فأتى النبي أي النعمان ابن بشير عفوا بشير والد النعمان، لما قالت له زوجته أنا ما أرضى إلا أن تروح تخبر النبي بذلك، أتى النبي الوالد فقال إني أعطيت ابني يعني النعمان من عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك، قالت أنا ما أقبل إلا أن تشهد النبي تخبر عن الموضوع. فقال أي النبي صلى الله عليه وآله، في الآن هنا نصان، واحد مفصل أن سأله أعندك أولاد غيره فقال بلى، هنا في هذا النص لا يوجد. فقال النبي أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ هاي الأرض مثلا اللي أعطيتها إلى هذا، باقي الأولاد أعطيتهم؟ أو لنفترض هذه الدراهم التي خصصتها به، هل أعطيت باقي أولادك؟ ساويت بينهم في العطاء؟ فقال والد النعمان لا. فقال النبي صلى الله عليه وآله فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا أشهد على جور. هذه العطية عطية غير عادلة، أنت حر، أنت حر، يجوز للإنسان من الناحية الفقهية أن يعطي ابنه، لكن هذا خلاف الإنصاف، خلاف الأخلاق، وأنا النبي محمد ما حاضر أخلي توقيعي على أمر فيه إجحاف بالآخرين، فيه جور، روح دور لك شهود آخرين، ما أقول لك هذا حرام، ولكن أنا موقعي النبي لازم ألاحظ فيه إلى هذا المقدار أنه لا أشهد على أمر خلاف الإنصاف، خلاف العدل، خلاف الأخلاق، أنا ما أوقع على هذا، روح استشهد غيري. في بعض الحالات قد يكون التمييز الظاهري، وأنت تحب هذا الابن ما يخالف في داخل قلبك، لكن عندما تختصه بالعطاء، تختصه بالعطاء وتحرم الباقين من غير مبرر واضح إلا لأنك تحبه، هذا أنت قاعد تسوي فيما بين هؤلاء بغضاء وإحنة وحقد فيما بينهم، فلا تفعل هذا، مع أنك كما قلنا حر في تصرفاتك المالية، لكن هذا خلاف الحالة الأخلاقية. إذا تريد تصون وضع الانسجام فيما بين أبنائك وأولادك عموما، فلا تميز بينهم تمييزا ظاهريا، تكرم شخصا وتهين آخر، تعطي شخصا وتحرم آخر، تصل شخصا وتقطع آخر. هذا من الأمور التي تكون في بعض الدرجات، درجة من درجات الظلم للإنس للولد المحروم، أكرمت هذا وحرمت ذاك، في بعض الحالات ينطبق عليها عنوان الظلم. وأسوأ من هذا عندما لا يعترف الأب بأبنائه أو بناته، للأسف في بعض الحالات هالشكل لأي سبب من الأسباب، كأن يكون مبغضا لأمهم على سبيل المثال، ما مرتاح ويا والدتهم، فماذا يصنع؟ ينتقم منهم. في هذه الفترات تنقل الجرائد والمجلات سواء هنا أو في أماكن أخرى، يبلغ ولد 15 سنة و 18 سنة وأكثر وأقل، وإلى الآن هذا أبسط حقوق الإبن وهو أن يضيفه إلى وثائقه الرسمية ما يسويها،
في دفتر العائلة مثلا ما مضاف، بطاقة شخصية ما يقدر يطلع. مناكفة من هذا الأب مثلا لأمه حتى يريد يجرح والدته، فهو يكره أبناءها. طيب هذا من الظلم. وأما إذا جر الأمر إلى عدم الاعتراف الشرعي فهذا أمر أسوأ وأسوأ بكثير. نعم قد ذاك الشخص يقول له أنا فعلا عندي قرائن على أن هذه المرأة والعياذ بالله لا تصون نفسها، وأنا أشكك في كون هذا الولد من أولادي فما أعترف به. هذا إلى طريق شرعي وهو طريق الملاعنة يسمونه. طيب بحيث أنت تنكر بنوتك، بنوة هذا لك، وإلى آثار شرعية مترتبة. لا في غير هذه الحالة، لأنه مغتاظ من أمهم أو لأنه لا يحب هؤلاء الأولاد لجهة جمالية أو لأي جهة من الجهات. طيب أحيانا قد يكون على أساس بنت أو ولد، أن قسما من الرجال يكره أن يكون عنده بنات، فكل هذه المرأة جايبة إليه بنات. طيب فطامة ورا طامة يعتبرها، حتى نقلوا في قصص العرب أن أعرابيا تزوج امرأة فحملت فجاءت له ببنت فزعل. طيب قال نشوف التجربة الثانية، أيضا نفس الشيء، التجربة الثانية كانت بنت فترك البيت أصلا ما قام يجي ولا يعتني لا بالأم ولا بابنتها. فتلك كانت تتمثل بالشعر المعروف: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في الدار التي تلينا، يغضب أن لا نلد البنين، وإنما ننتج ما قد زرعوه فينا. أنا أرض حسب التعبير، هذه الأرض تغرس فيها برتقال يطلع برتقال، تغرس فيها ليمون يطلع ليمون، تزرع فيها شجرة أخرى كذلك. أنا المرأة حسب تعبيرها هي إنما أنا أرض، وبحسب التعبير العلمي الآن ليس الأمر راجعا بكله إلى المرأة، جزء منه أنت، جيناتك أنت كانت مثلا أضعف من جينات المرأة فصار هذا الأمر. فقد أحيانا يكون لأجل أنها أنجبت البنات وهو يكره البنات، يعتبرهم معرة، يعتبرهم ثقل، يعتبرهم مشكلة، لذلك لا يعتني، لا يصرف، لا يعطي. وقد تجد من أوضح الأمثلة على ذلك في هذه الأزمنة أن بعض الآباء عنده لنفترض عدة أراضي، يروح يعطي أرض إلى زيد الكبير وعمر الوسط وبكر الصغير، وعنده إلى جانب هؤلاء بنات، وربما تكون هذه البنات محتاجات إلى السكن، زوجها مثلا قد يكون ضعيف غير قادر، مع ذلك ما يعطي، هو فقط يعطي للأولاد الأرض والبيت والمسكن، أما البنت لا، ذنبها على جنبها وعلى جنب زوجها. طيب لماذا هنا تصرف على ابنك وهو ذو القوة وهو ذو الشوكة وهو اللي يستطيع أن يدبر أمره، بينما تحرم منها مثلا بناتك وهن قد يكن أحوج إلى المساعدة؟ طيب عادي عند قسم من الآباء يقول إلى ابن تعال اسكن في الملحق عندنا، اسكن في الشقة اللي أنا أمتلكها، لكن بنته يقول لها لا، لازم زوجك يدفع فلوس حتى وإن كان محتاجا.
يمكن هذا الابن ما محتاج، ومع ذلك يقول له نعم أنت تبقى في هذه الشقة مجانا، وبنته محتاجة إلى الريال مع زوجها، مع ذلك يفرض عليه شنو؟ الإيجار والعطاء وما شابه ذلك. فهذا في بعض الدرجات عدم الاعتراف، عدم الاهتمام، قد يكون عدم الاعتراف الرسمي، عدم ترتيب الأوراق، عدم المساعدة، في بعض صوره قد يكون نوعا من أنواع ظلم الوالد لبعض أولاده من الذكور أو من الإناث. كذلك مما يحسب من الظلم عدم القيام بحقه، تعليم مثلا الآن فيها الأزمنة من حقوق الولد على أبيه أن يقوم بتعليمه، التعليم المتعارف، مو واجب عليه أن يوديه في أرقى المدارس وأغلاها، ولكن التعليم الرسمي العادي الذي لا يكلف الوالد إلا ذهاب إلى المدرسة وتسجيل الاسم، هذا قد يكون من الحقوق العرفية للولد على قسم من الآباء، ما يعتبر هذا الشيء، ويبقى هذا الابن أو البنت خارج هذا الإطار، وتمر عليه السنوات ولا يستطيع أن يدير حياته لعدم تعلمه وتقصير أبيه في تعليمه. فهذا من أمثلة ظلم بعض الآباء إلى أولادهم من الذكور أو من الإناث. وقد تنعكس المعادلة عندما يظلم بعض الأولاد آباءهم، ولا سيما في مرحلة الكبر. يبلغ الإنسان، أي إنسان، أنت الآن شاب عمرك 30 و40 وأكثر وأقل، بعد فترة من الزمان تصير، الله يطول عمرك في خير وعافية، تصير من أبناء 80، وذاك الوقت ابنك عمره لنفترض 50 سنة أو أكثر أو أقل، هو في عز نشاطه وقوته. فأحيانا تنقلب المعادلة، يقوم الابن وأحيانا البنت بظلم الأبي أو الأم. من أمثلة ذلك التحكم فيه فيما يحب وما لا يحب. قسم من الأبناء يعتبرون والدهم بعد خلاص، أفكار هذه أفكار غير صحيحة وخراف إلى آخره، طيب فإحنا لازم نديره، إحنا لازم نعين إليه ماذا يريد وما لا يريد. نعم في بعض الحالات التي لا يلاحظ فيها الأب مثلا مقتضيات الصحة من باب الشفقة به والعناية به ينبغي، ولكن بلسان حسن. وأما أن أعتبره مثل الأطفال، أوجهه وآمره قوم وقعد وسوي وأعمل كأنما واحد من أطفالي، فهذا لا يعد ظلما من قبل بعض هؤلاء الأبناء لآبائهم وأمهاتهم. لذلك التهديد في القرآن الكريم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. من أمثلة الظلم التي قد تحصل في بعض الحالات، وهي موجودة للأسف، حرمان الأبوين من حياتهما الزوجية. يحصل أن الوالد مثلا تتوفى زوجته، عمره الآن 65-70 سنة أكثر أقل، طيب شيئا ما أمره بيد أبنائه، أكو بعض الأسر هكذا
فيفرض هؤلاء الأبناء وأحيانا البنات على أبيهم ألا يتزوج، ولا سيما بعض البنات. يعني كيف أحد يجي يأخذ مكان أمنا الغالية العزيزة؟ طيب هذا الرجل له حاجات في الرعاية، في العناية، في الرغبة الجنسية ولو بدرجة عمره. طيب أنت تقدرين تجين تسوي إلى الغداء أو ما أدري كذا، وغالبا ما كل واحد أو واحد ملتهي بحياته الخاصة، يجي يمر بعض الأحيان نصف ساعة ساعة غير ذلك، هذا يحتاج إلى من يعتني به لا سيما في هذه الفترات. تجي يقول لك لا، ما في أحد يجي يأخذ مكان أمنا، ما نسمح أن والدنا يتزوج. هذا من أشنع وأسوأ أنواع الظلم والعقوق، لا سيما إذا كانوا قادرين على هذا الأمر. وللأسف في بعض الحالات بالفعل يبقى هذا الرجل 15 سنة الأخيرة من عمره، 20 سنة الأخيرة من عمره، لا يستطيع أن يقرر قرارا، له حاجة ورغبة جنسية، قلت بمقدارة رغبة أبو 60 وخمسة وستين غير رغبة أبو 25، ولكن بالتالي هناك رغبة، حاجته إلى العناية أكثر من الممكن. واحد عمره 30 سنة ما يحتاج إلى عناية كما يحتاج ابن 65 و70 وأكثر من ذلك. فأنا لما أجي ابنه وأقول له لا أنت ما تتزوج عيب علينا، وش يقول الناس؟ هذه الحجة السخيفة، هذه الحجة الباطلة، وش يقول الناس؟ متى كان الناس مشرعين؟ متى كان قول الناس ملزما للإنسان؟ طيب من أسخف الكلمات هي هذه الكلمة، شو يقولون الناس؟ ليقولون ليقولوا ما يقولون. أنت لا تعمل عملا سيئا لا بالنظر الشرعي ولا بالنظر الأخلاقي. طيب فهذا مثلا من الظلم في حق الآباء. أو أحيانا الأولاد والإخوة يتحكمون بأخواتهم بنفس الطريقة، ولا سيما إذا تقدمنا في السن، مع أنه من الناحية الشرعية وهذا ذكرنا أكثر من مرة، الأخ لا ولاية له ولا بمقدار قلامة الظفر على أخته. لو إن شاء الله يكون عمره 60 سنة وهي عمرها 10 سنوات، ليس له أي نحو، أي الأخ ليس له من الناحية الشرعية أي نحو من أنحاء الولاية الشرعية على أخته. هذا في رأي مذهب الإمامية. طيب ولكن مع ذلك أحيانا تجد واحد عمره 25 سنة يتحكم في مصير زواج أخته اللي صار عمره 35 سنة ومتعطلة، بس مع ذلك يقول لا ما أسمحنا، كيف أقبل أن أختي تتزوج واحد متزوج؟ ما لك حق أن تقبل وترفض أصلا. كيف أقبل أن أختي اللي هي من فلان عائلة تتزوج واحد من أهل القرى من بلدة ثانية؟ ما نقدر هذا نتحمله، لا يستطيع. هذا آثم، هذا ظالم، هذا يتناول ما ليس له شرعا ويظلم أخته في ذلك. وأيضا أحيانا قد يحصل حتى بالنسبة إلى الأمهات، مثل ما الموت، خب ما يقول الموت، ما يقول واحد إذا صار عمره 80 سنة أنا أجي أخذ روحه، وإنما قد يبكر في ذلك. إحدى النساء كانت تتشكى، قل أنا عمري 45 سنة، الله اختار زوجي، عندي أبناء أيضا ما له 22 سنة 23 سنة وأكثر وأقل،
وأنا من الناحية المادية محتاجة، ومن الناحية الجنسية أيضا نفس الكلام، وأحتاج إلى أحد يرعاني. الأبناء حتى إذا وفروا إلهم المال رح يفكر أن يجمع إلى فلوس حتى يتزوج باكر عقبه. طيب، فأنا عندما فكرت في موضوع الزواج، واحد من الأولاد بهذه الصفاقة قال لي: أي واحد يجي يتقدم إليش أشق بطنه بالسكين. هذا مجرم، هذا مو ظالم، هذا مجرم. طيب، وقد أنجبت منه محمد بن أبي بكر، إلى ذاك الوقت صار عمر عبد الله بن جعفر حدود 14 سنة 13 سنة، في هالحدود تقريبا تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام. ما يجي عبد الله بن جعفر يقول أنه أمي ما لازم تتزوج وما لازم كذا وإلى آخره. ومثلها أم سلمة، أم سلمة لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله كان عندها أبناء وبنات من زوجها السابق، فلماذا لم يقل أحدهم أنه ليش أمنا تتزوج كل يوم طالعة من بيته داخل إلى بيته من حضن رجال إلى رجال آخر؟ هذا من الظلم الذي يرتكبه بعض الأبناء والبنات، أحيانا قد يكون أكثر قسوة في هذا الجانب تجاه أمهم. من الظلم في خارج هذه الدائرة الأسرية ما يرتبط بالعاملين تحت يد الإنسان كالعاملة المنزلية، وقد تحدثنا في وقت سابق عن هذا الجانب، ولكن نشير إليه إشارة سريعة. من الظلم عدم الوفاء بالعقد معها، تموقع وياها عقد أنه هذه لها يوم في الأسبوع ترتاح فيه، بينما البعض في ذاك اليوم يشغلوها أكثر من سائر الأيام. هذا إذا لم يكن برضاها وفي مقابل أجر يعد ظلما بالنسبة لها. تقاعد تأخذ شيء ليس من حقك، مثلا يوم الجمعة لو فرضنا أن في ضمن العقد أن تستريح وأن لا تعمل، في هذه الحالة إذا أنت شغلتها ولم تعطها شيئا إضافيا ولم يكن ذلك برضاها، برضاها مو يعني يقول لها إذا ما تشتغلي ترى خروج بلا عودها، وش منها الرضا هذا؟ طيب، هذا يعد ظلما لها. ومثل ذلك السائق، ومثل ذلك عامل الشركة الذي يرتبط معك بعقد من العقود، تأخير الرواتب بالنسبة لهم، التهديد بالاقتطاع فضلا عن الاقتطاع، فضلا عن الاقتطاع من غير حق. طيب، هذا أيضا من الظلم. وأما الكلام عن العنف اللفظي والشتم وما شابه ذلك بل والضرب، فهذا أسوأ درجات الظلم. أشير إلى نقطة هنا وهي منتشرة للأسف في هذه الفترات وأنهي بها الحديث، أنه إحنا نلاحظ بين فترة وأخرى تنتشر في عبر الواتساب وعبر ما أدري هذه الوسائل، وسائل التواصل، قصص وصور وفيديوهات عن أن بعض العاملات، شوف هاي العاملة قاعدة تدوس على بطن الطفل ذاك، وتلك العاملة قاعدة ما أدري تخلي أشياء وسخة في الطعام، وهذه العاملة مثلا تسرق، وهذه الكذا. أنا ألفت النظر إلى ضرورة التنبه إلى هذا المعنى. إعادتك لهذا المقطع وما شابه ذلك قد يسهم في ظلم امرأة بريئة،
لأن هذا الفيديو كأن إله رسالة معينة، وهي أن كل العاملات اللي من هالنوع مجرمات، كل العاملات اللي من هالنوع سارقات، كل العاملات هن غير أهل للثقة، فهذا يحرشك على العامل والعاملة التي هي عندك. ما يذكر أنه هذا رب العمل سبحان الله هل كان ملاكا من الملائكة نازلا من السماء وهي سوت إليه ولأهله هذا الأمر؟ لا، جيب أيضا الفكرة الأخرى، لماذا لا ينتشر مثل هذا الأمر؟ الغرض منه هو إشاعة جو من هذا القبيل، وأحيانا أنا وإنت بإعادة نشرها وتكرارها نشعل جو التشنج تجاه ربما عاملة مستضعفة فقيرة تركت أهلها وأبناءها وعائلتها من أجل أن تكدح من الساعة السادسة صباحا إلى نصف الليل حتى هالمقدار من المال تحصل لأهلها. لا ننكر أن هناك سيئات من العاملات وأن هناك سيئين من العمال، لكن تصوير الأمر وكأن أرباب العمل هم ملائكة مقربون وأنهم دائما هم المظلومون وأن العاملة والعامل هم السيئون والخاطئون، هذا أمر غير صحيح. أنت لازم تتعامل تشوف هذا العامل الذي تحت يدك كيف، بمقدار أيضا الغالب هكذا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أنت تكرمه الغالب أنه يكرمك، تكون صادقا معه يكون صادقا معك، تعطيه أجره في وقته يعطيك عملا حسنا وجيدا، الغالب هكذا. لا أقول كل شخص، مثلما أن في أرباب العمل يوجد سيئون في ذاك الطرف يوجد أيضا سيئون. الإنسان ينبغي أن يحذر من الظلم لا سيما لمن هو تحت يده وهو ضعيف، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الظلم فعلا أو أن يقع علينا الظلم من أحد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Thank you.